فأس أكبر كمية بط يا جماعة إن شاء الله تحت البطة البني دي، والسر كله في المعلقة اللي هنرشها لها دي. شايفين يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله، البطة راقدة على بيض بط وكان بيض فراخ كده. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. إن شاء الله يا جماعة هقول لكم على السر اللي هنرشه على البيض من اليوم 25 علشان البيض بتاعنا كله يطلع مرة واحدة. بصوا بصراحة البطاية ديت يا جماعة كانت دخلت باضت ورقدت وانا مكنتش اعرف، فتلاقوا العش بتاعها مش كويس لحد ما مفهوش تبني كتير. كنت في فترة امتحانات انا ومش عارف ان انا اظبطه لها وكده، فمعلش. المهم يا جماعة تعالوا بقى كده ننزل نشترك في قناة نعمات في مزرعة لو مش مشتركين، ونعمل لايك للفيديو ده، ونرجع نشوف اهي المعلقة اللي هنرشها على بيض البطة من اليوم 25 علشان يطلع كله مرة واحدة، وعلشان تفقس لنا اكبر كمية بط ان شاء الله. هنشوف كل حاجة مع بعض، يلا بينا. تعالوا بس كده اطلع اعرفكم على الطيور. طبعا يا جماعة الناس اللي متابعة يوميات في مزرعتي من زمان مشرفيني ومنوريني، والناس الجديدة مشرفيني ومنوريني برضو. ده يا جماعة الطيور بتاعتي هي، بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. بالنسبة للناس اللي بتسأل انا ببيع ولا لا، طبعا يا جماعة انا ببيع جميع انواع الطيور. ديك الرومي الرصاص التركي ده يا جماعة للبيع لو حد عاوز ياخده، اما الديك الاحمر ده ما عنديش منه كبير والله يا جماعه، ده رومي تركي ما عنديش منه كبير، الكتكوت منه يا جماعه بالحجز يعني، اللي عايز يبقى يكلمني واحجز له. طبعا انا في فين ببيع جميع انواع الطيور. الرومي الاسود ده يا جماعه متواجد منه ذبح وشغال وتربيه كل الاعمار في اي وقت. البط يا جماعه طبعا احسن سلالات البط، البط الخليط بلدي على مسكوفي فرز اول، موجود عندي منه طبعا باستمرار برضو ان شاء الله. اي حد عاوز يشتري اي حاجه ينزل يكتب لي تحت في الكومنتات، ويلا بينا ندخل نشوف هنرش ايه على بيض البط الرقده علشان يفقس كله مره واحده ان شاء الله. طبعا يلا يا جماعه قبل اي حاجه عايز اعرفكم بس كده شويه معلومات عن البط اللي بيكون رائد على البيض. اول حاجه يا جماعه البط بيض البط بيفقس على 30 يوم او 31 يوم، وممكن يقعد ل 35 يوم في الشتاء، تمام؟ بيض البط بقى سواء الخليط بلدي على مسكوفي او البلدي صافي، تمام؟ لو هنحط لها بيض فراخ نحط لها بعد ما ترقد ان شاء الله كده يا جماعه ب 10 ايام. ليه؟ لان بيض الفراخ بيطلع بعد ما البطه بيطلع على 20 يوم، فيبقى نحطه بعد 10 ايام ما البطه ما ترقد علشان ان شاء الله يطلع كله مع بعضه وما يهيكش البطة. طبعا البطة هي بتاعتي يا جماعة بطلعها تاكل وتشرب وتستحمى عادي جدا، مفيش اي مشكلة، لان الجو حر ومش غلط على البيض ان هي يعني ان هي تيجي عليه مبلولة، بالعكس ده كويس جدا، الرطوبة مهمة للبيض. طبعا يا جماعة بالنسبة للاكل بتاع البطة في فترة الرقاد لازم تكون حاجات ناشفة، نبعد بقى خالص عن اكل البيت، نبعد عن العيش المبلول، نبعد عن الكلام ده كله، لا لازم تكون حاجات ناشفة، غلة، ذرة، الكلام ده كله. طب ايه الهدف من الموضوع؟ الهدف من الموضوع ان هي الاكل بيفضل في بطنها فترة طويلة جدا، فغلط ان احنا نوكلها حاجات طرية كده وحاجات اكل بيت ممكن تعمل لها عفن في بطنها او تسبب لها ديدان، لان زي ما انتم عارفين ان هي بتقعد فترة طويلة جدا البطة عبال ما تعمل حمام، فده غلط عليها، تمام؟ تعالوا بقى يا جماعة نشوف ايه الحاجة اللي احنا هنرشها مع بعض. بصوا يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم كده هنرش لها ايه النهاردة، هي رقدة بقالها 25 يوم، هرش لها ايه ده يا جماعة؟ ده ملح. بصوا ملح، والله العظيم ملح. هرش كده على البيض ملح عشوائي، انا عايز ارش عشوائي. طب فايدة الملح ده ايه؟ على فكره مش غلط ان البطه تاكل الملح، الطيور بتحب الحاجات الحادقه، تمام؟ فايده الملح ايه يا جماعه؟ الملح بيضعف القشره الخارجيه بتاعه البيض، فبيخلي الجنين يطلع معايا كله والبط يطلع مره واحده،
تمام، بتفقس مره واحده يا جماعه، مش تطلع لي بطيه النهارده وبطيه بكره والكلام ده كله، بس اكيد مش هتخليه يفقس قبل ميعاده يعني، لا البيض مش هيفقس غير لما يكتمل، تمام. فالملح بيضعف القشره الخارجيه بتاعه البيض وبيخليه يفقس بسرعه. شايفين ده بيض البط ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. البيض ده طبعا يا جماعه كله عمران وسليم، لان انا فرسته قبل كده وشفته سليم، وانا مش حاطط مش تحتيها غير 3 بيضات بتاع فراخ بس، واخدهم دلوقتي انقلهم تحت الحمام. قولوا لي لا، علشان البيض ده كان الفراخ دخلت بضت عليها وانا فرسته ولقيته معرق، بس هي خلاص على وش فأس، اما هو قدامه شويه. شايفين بسم الله ما شاء الله يا جماعه، اهو دي بيضه بط الشرشيب تحتيها برضو، استنى بقى اسمك ايه، اهو شايفين ما شاء الله الملح على البيض كله، البيض بتاعنا كله الله اكبر سليم. انا بس ايه عايز اعدله لها كده. طبعا يا جماعه من اليوم 25 بنرش لها الملح، تمام. بعد كده بقى ايه بنرش لها ميه على البيض عشان برضو ايه يضعف القشره الخارجيه. بالنسبه للناس يا جماعه اللي بتقول على الشيح، طبعا يا جماعه الشيح كويس جدا 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 وممتاز. انا عايز اقول لكم حاجه، ان انا اصلا ما بعملش اللخنان غير بالشيح، يعني ما ببنيش اللخنان غير وانا حاطط لهم شيح للطيور بقى وللوز ولكل الحاجات دي. طبعا يا جماعه موضوع الملح ده ينفع لاي طيور، اي طيور عندكم الملح ده ينفع لها، للناس اللي هتسال يعني الملح ده ينفع لاي طيور عندكم عادي جدا. شايفين ظبطت لها كده الخن، بسم الله الرحمن الرحيم، 3 6 6 9 10 10 ودي 3 16 تحتها 16 بيضة يا جماعة، 16 بيضة ان شاء الله ان شاء الله تطلعهم لنا بقى على خير كده ونبقى نشوفهم مع بعض. ولما اجي ارش لها المية هبقى اصور لكم الفيديو. جربوا الملح يا جماعة وعلى ضمانتي، وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة. اي حد عاوز اي حاجة ينزل يكتب لي تحت في الكومنتات. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسيت طبعا يا جماعة اقول لكم على حاجة، ان بيض البط الشرشيري ده، يعني بيض البط الشرشيري ده لو مع ذكر شرشيري بيطلع على 21 يوم. مطرقها ذكر مسكوفي زي كده علشان نطلع بط بغالي في البيت، بيطلع على 30 يوم زيه زي البط المسكوفي، زيه زي البط البلدي، زيه زي البط الخليط، تمام. عشان لو حد عمله او حب ان هو يعمله يبقى عارف ان هو يحطه مع بيض البط البلدي من اول يوم، او لو هو شرشير يحطه بعد البيض ب 10 ايام. وذكرت البط دي يا جماعه كلها للبيع.